بقى مش عارفة، مش عايزة اقول مصطلحات كبيرة وتتكتب مانشيتات وتتفهم غلط، بس انا كل اللي بقوله انه في حالات يعني ربنا يعني مش هيرضى بظلمها، يعني طالما في حل طبي نقدر نخلي حياة شخص احسن. عشان كده بقولك لازم يبقى الموضوع بحالات فردية في رأيي. يعني في حالة مثلا زنا المحارم، لو في اب بيغتصب بنته وحملت منه، هل احنا مطلوب مننا كمجتمع ان احنا نقول البنت دي خلفي عادي وربي الطفل كأن ما فيش حاجة؟ هي حالتها هتبقى عاملة ازاي بقية حياتها؟ هل هي تبقى ام عندها قدرة اصلا، هتبقى اصلا عاقلة ان هي تربي طفل في ظرف زي ده؟ يعني الحاجات، في حالات ما ينفعش، في ناس عندها 7 8 عيال ومعهاش فلوس تأكل عيالها، لو حامل في الطفل التاسع اكيد يعني ده هيبقى تعذيب للطفل ان هو يجي للعالم، بس من الناحية التانية هي نعمة وما ينفعش نبطل على نعمة ربي. الموضوع كبير قوي وانا مش في مكانة تسمح لي ان انا اقول ايه الصح من الغلط، بس انا بشوف انه في حالات ده بيكون رحمة، زي ما يعني شخصية دكتور خالد قال. يسرى